بتمنى اشوفها، بتمنى اشوفها عم تمشي، بتمنى تشوفها روعة المدرسة، كثير بتمنى اشوفها. بحب تحكي معي، بتحكي معي، انا شو ما تحكي بفهم عليها، بقعد بحكي انا وياها لانه فيش حدا بالبيت الا انا وياها. اخواتي انا بتمنى اني اسمعها عم تعيط لي وعم تقول لي يا ماما. انا اسمي زهرة صالح، عندي بنتي اسمها سيرين، عمرها 8 سنين، وهي خلقت عندها شلل دماغي، غلطة حكيم، فصار عندها طرف كله شلل أكثر من الطرف الثاني، وكل ما عم تكبر كل ما عم بتزيد الحالة عندها. هلا أختها صغيرة شوي، عمرها 2 ونص، بتقول لها أنت ما فيكي تمشي، أنا بروح بجيب لك. كلمة أمي بعدني ما سمعتها. سيرين علاجها كثير بكلف، سيرين بدها علاج دايم، عندها علاج نطق، عندها علاج فيزيائي، عندها كل فترة عندها بوتوكس لإجريها لأنه إجريها كثير بيشدوا. توجع بتقلي مثلا دينتها عم توجعها، بتقلي هون عم يوجعني، بطنها عم توجعها، بتقلي علاجها 50,000 دولار. كل مين عم بيشوفها يطلع فيها ويحسبها بنته، بتوجع عليها وقت ما بتشوف رفقاتها عم بيرقصوا، عم بيلعبوا، عم بيرقدوا قدامها وهي ما قادرة.